سلام ومرحبا بكم اليوم معايا في هذا الفيديو. هذا الجزء الثاني على الموضوع ديال منقار الببغاء. الفيديو السابق كان الجزء الاول وهذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون الجزء الثاني. فغادي نكمل دونك في هذا الجزء ان شاء الله بغيت نناقش معكم الامور يعني اللي كتاثر سلبا على المنقار وعلى الصحه ديال المنقار ديال الببغاء. واول حاجه هي سوء التغذيه، وديما انا يعني كنعقل على راسي هذا العام الثاني ديالي في يوتيوب وكنتكلم على نفس الموضوع اللي هما جوج الحوايج صراحه، سوء التغذيه وقص الاجنحه. ديما يعني كناكد على جوج الامور هادو. دونك كيف ما قلت سابقا في الفيديو السابق انه المنقار ماشي صلب، هو العظام ديالو ليست صلبه، فسوء التغذيه كيجعل منه يعني اكثر ليونه ويتقشر، يعني كيكون كيتقشر بواحد الطريقه غير طبيعيه. والسبب هو النقص في فيتامين ا، خاصه في الطيور اللي كتعتمد على الحبوب كنظام غذائي. وبيان سور هذا النظام يفتقر للعناصر الغذائيه اللي كيحتاج اليها الطائر. وبعض الحالات يعني كنلاحظوا عند بعض الطيور نمو المنقار بشكل غير طبيعي. هذا علاش؟ لانه داك البيتا كاروتين ولا البيتا كاروتين هكا بالعربيه، وهو واحد المقدمه للفيتامين ا. يعني باش نشرح لكم شنو هو هذا العنصر، هذا هو ديك الصبغه اللي موجوده في بعض الخضر والفواكه، ديك الصبغه البرتقاليه اللي كنشوفوها بحال في البرتقال والجزر والبابايا الى اخره. وشنو المميزات ديالو هذا البيتا كاروتين؟ انه فاش كيدخل الجسم كيتحول، الجسم كيحولو لفيتامين ا بالكميه اللي كيحتاجها الجسم فقط. يعني ماشي مثلا فاش كناخذو ديريكتومون الفيتامين ا واللي الافراط ديالو كيؤدي للتسمم، نو. هذا البيتا كاروتين فاش كيدخل الجسم، الجسم كياخذ فقط واحد النسبه اللي كيحتاج لها وكيحولها للفيتامين ا. وهو هذا واحد يعني واحد العنصر اساسي عند الطيور، اهم عنصر هو هذا الفيتامين ا. هو مهم لتكوين داك الكيراتين ديال الجلد والريش والاظافر والمنقار، وباش نساعدوا الطائر على الحصول على هذه العناصر يعني خصنا نتاكدوا انه يوميا كنعطي للطائر الخضار والفواكه البرتقاليه والخضراء. يعني مثلا كما قلت لكم الجزر، مثلا البطاطا الحلوه، داك القرع الاخضر، الفلفل بجميع الانواع ديالو، السبانخ، البابايا الى اخره. ونجتنبوا عفاكم المكملات الغذائيه، لان كما قلت لكم الافراط في هذا الفيتامين كيؤدي للتسمم. ندوز للرعايه ديال المنقار، كيفاش يعني خصنا ناخذ بالنا منه. يعني كنشوفوا في بعض الحالات انه المالكين الببغاوات كيبردوا المنقار الببغاء، وانا كنقول انه المنقار الصحي لا يحتاج الى البرد او التقليم، يعني وهذا فقط من قله الخبره، وهذا جاري به العمل في جميع انحاء العالم. يعني انا كنشوفها بزاف في الانستغرام جميعا، يعني حتى في الولايات المتحده الامريكيه. المالكين كيطلبوا كما قلت لكم البيطري اجراء هذا التقليم للمنقار، ولكن يعني هذا الامر علاش اصلا، علاش خرج النهار الاول؟ فقط كنعملوه للببغاء اللي عنده تراكم ديال الكيراتين. يعني كاين بعض الببغاوات مثلا كما قلت لكم اللي مقصوصه الاجنحه ديالها، ما كتقدرش توصل مثلا داك السطح الصلب بحال الخشب بحال هذا باش اولا ما عندهمش العاب، مثلا ما كاينينش العاب في القفص اللي غيستعملهم داك الطائر للمضغ، باش كي هو بنفسه كيعتني بالمنقار ديالو، فكيوقع داك تراكم الكيراتين. وهنا كيكون واضح، فقط يعني هنا واضح داك التراكم، كندي انا الطائر ديالي البيطاري هو كيعمل له داك التقليم ديال المنقار، وكيعملوه بواحد الرمله، واحد الرمله سبيسيال مع واحد الاله هي باش كيخدموا المنقار.
هادشي ما كنديروهش حنا في المنزل، البيطاري هو اللي كيدير. وكيف ما قلنا مع نظام غذائي متوازن، وكذلك يعني انا كنقولها الا ممكن ممكن يجب عمل تحاليل لتقييم وظائف الكبد. ف الطيور اللي عندها كبد دهني او عندها كبد يعني عندها مشاكل الكبد فهي كيبان على المنقار ديالها. وكيف ما سبق لي وقلت في الفيديو السابق، عند الاصابه او عند حدوث كسر للمنقار هو امر يعني جد مؤلم بالنسبه للطائر، ويمكن ويمكن يحدث نزيف في ديك اللحظه. فهنا الطائر ربما يعني ما يقدرش ياكل او يتسلق في القفص ديالو او هذا، فهنا خصنا نعطيوه مسكنات الالم والمضادات الحيويه، يعني خصو عنايه بيطريه فوريه. باش يعني باش نلخص لكم الموضوع، باش يكون عندنا منقار صحي شنو خصنا؟ فحص سنوي يعني لمراقبة الصحة والوزن ديال الببغاء والهيكل ديال المنقار ديالو والأظافر ديالو الريش ديالو كاع المسائل. ثاني حاجة هو النظام الغذائي المتوازن. ثالث حاجة وهي عدم قص الأجنحة للطيور لضمان أنه ما يطيحش، لضمان أن عدم السقوط، لأنه فاش شحال ديال يعني تقريبا 70% ديال الإصابات كتكون الطيور اللي ما عندهاش اللي عندها الأجنحة مقصوصة. سو فاش كيطيح كيطيح المنقار ديالو، المنقار ديالو كيتصاب. رابع حاجة وهي ديك كما قلت لكم فاش في الفيديو السابق، فاش كيكون عندنا طيور كبيره مع طيور صغيره بحالي انا مثلا، عندي داك الاختلاط في المنزل من بين الطيور الكبيره والصغيره، ف يعني اون فوا كتغفل فهو كيطرى المشكل لانهم كيدبزوا مع بعضياتهم. فهنا خص واحد المراقبه مستمره ونبعدوا ديك الطيور الصغيره على الطيور الكبيره. كذلك خصنا ديما نوضعوا الطائر الالعاب في القفص ديالو والاخشاب، فهو كيعتني بالمنقار ديالو بنفسه، ما كيوقعش عنده داك التراكم الكيراتين وداك التضخم ديال المنقار. واخر حاجه واللي صراحه مهمه ويعني وكلشي ما كيديرهاش يعني لا بلوبار ما كيديروش، هو التحليل السنوي. كناخذوا الطائر البيطري باش كنعملوا له تحليل سنوي لتقييم الصحه الداخليه والوظائف ديال الكبد. وانا عندي واحد لاستيوس كنعملو، دائما كندهن المنقار ديال الطيور ديالي بالزيت ديال الكوكو، يعني باش كنسهل عليهم ديك العمليه ديال انه فاش كيحك المنقار ديالو كيقلمو هو نفسه بنفسه كيبردو، كتسهل عليه ديك العمليه. واوميم طون المنقار ما كيتقشرش، واوميم طون داك زيت الكوكو كيقوي ديك الكيراتين ديال اولا ديك الطبقه الخارجيه ديال المنقار. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، ولا عندكم شي سؤال شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير او في الانستغرام، يعني واخا يعني شي مرات ما كنجاوبش على مده، ولكن يعني كنجاوب في الانستغرام. وشكرا والى فيديو قادم ان شاء الله.